أغلب النساء تعاني من كآبك بعد الولادة، ويكون سببها عديد من العوامل، يمكن تريد تضعها بسرعة، أيضاً الشعر يتساقط، هواية أمور البشرة تتغير. لذلك اليوم معنا خبيرة الأمومة والطفولة سارة الحيالي، راح تعطينا بعض النصائح حتى نبتعد عن الاكتئاب. مرحبا سارة. هلا حبيبتي، نورتي برنامج كهرمانة. تراني منور بيتي البرنامج، شكرا حبيبتي. سارة، دائما مثل ما ذكرت بعض النساء يصير عندها كآبة بعد الولادة، وبعض النساء تريد بسرعة، مثلا تعاني من زيادة الوزن تريد بسرعة تضعف، وهذا الشيء حيأثر على نفسيتها إذا ما حصلت الوزن المثالي. شو النصائح اللي تنطينا إياها؟ بالبداية طبعا يصير عند الأم بعد الولادة طبعا تغيرات كبيرة، وهذا الشيء طبيعي يصير لأنه أكو تغيرات كبيرة بالهرمونات تطلع على جسمها. طبعا خلال فترة الحمل يكون عندها هرمونات صاعدة، يعني الاستروجين والبروستاجين كلها تكون صاعدة، بعدين تبدأ كلها تنزل ويطلع عندها هرمون البرولاكتين. فهذه التغيرات الهرمونية اللي تصير تخلي الأم تشعر بهذه اللي هي التوتر، القلق، حبها لنفسها أو تقديرها لنفسها ممكن يقل هواي بهذه الفترة. فمهم جدا أنه الوحدة خلال فترة الحمل تهيئ نفسها، يعني تهيئ نفسها أنه أنا أحط ببالي أنه أنا رح أمر التغيرات، وهذا الشيء طبيعي. So calm down، يعني ماكو شيء تستعجلين عليه، جسمي رح يتغير، رح صار عندي هواية تغيرات، وطبعا بالإضافة إلى مسؤوليات جديدة، التزام جديد. فكل هاي الأشياء اللي راح تصير لما احنا نكون حاطيها ببالنا ومستوعبيها يعني خلال فترة الحمل، كل هواية راح تخوف علينا ما بعد الولادة، يعني القلق والأمور اللي تمر بيها. طبعا اكو فد شغلة هماتينا، يمكن هسه مثلا تشوفين هواية مثلا يشوفون السوشيال ميديا ويشوفون الماميز على طول وضعفت، وهذا ابدا الوحده لازم ما تقارن نفسها باي احد ثاني. يعني كل واحد الى سيستم حياه، الى فد شيء معين، ما نقدر نقارن نفسنا باي احد. مثل ما ذكرتي انت 9 أشهر حامل، يعني هي مده جدا طويله، فاكيد انه انت مو بسرعه تريدين تنزلين وزنك بهاي الفتره. طبعا اكيد، طبعا اكيد. وطبعا اكو فد شيء العامل الوراثي، يعني اكو اصلا هم جسمهم قابل، يعني مثل ما قلت يعني يختلف. فاني هاي كلها لازم اخذها بعين الاعتبار وما اقارن نفسي باحد. طبعا بعدها لما انت تبدين مثلا تريدين تضعفين، اذا هي كانت ترضع رضاعه طبيعيه، فالموضوع انه مثلا ممكن اثناء الحمل تتجمع الدهون بمنطقه بالجسم، جزء مثلا هنا تكون بالاكتاف عندها بالارداف، هذا الشيء طبعا جدا طبيعي انه يصير، لانه احنا اصلا الوزن من يزيد خلال فتره الحمل مو بس دهون، لا اكو هواي اشياء، طبعا الدم يتضاعف، حجم الطفل، حجم النشيمه، هواي اشياء يعني احنا نركز عليها. ولكن بعدها حتى احنا نخسر بطريقه صحيه وبدون ما جسمنا يتعرض للفقد والحرمان، الافضل انه احنا طبعا ممارسة رياضة، تكون رياضة ما تكون عنيفة كلش، يعني أخذ الأشياء السيف لها كوحدة، مثلا بالضبط بعد مثلا الولادة القيصرية اللي أنا مثلا 2 شهر أنطي جسمي مدة وبعدين أبدأ الولادة الطبيعية. طبعا الريكفري مالتها أسرع، ممكن يعني 4 أسابيع 6 أسابيع، وأبدأ وراها بأشياء بسيطة شوي شوي، أدرج جسمي، ما أبدأ على جسمي بثقل، يعني مو على طول على الجيم وأثقال. صحيح، لأنه هذا يأثر كله. إكزاكتلي، شوية شوية يعني على الجسم. وبعدين الأكل الصحي كلش مهم، كلش مهم أنه إحنا نركز على البروتين. سارة، لازم هاي نصيحة ننطيها لكهرماناتنا خاصة قبل الولادة. إحنا عندنا عادات أكلي عنك وعن البيبي، وطبعا أكيد الوزن حيزيد بسرعة، فهذا الشيء يعني يعتبر غلط. أكلي الشيء الصحي اللي يفيدك ويفيد البيبي بكميات قليلة، حتى لا يبين علينا الوزن أنه كلش زدنا بكمية كبيرة. بالضبط، يعني أنا هو تجيني أسئلة أنه أنا مدى أضعف ودا أرضع ووزني دا يزيد، فأسألها تقولي دائما جوعانة. أهم شيء أنه إحنا نرطب جسمنا، أحيانا الجسم ينطينا فد إشارات كاذبة، يعني تحسسك أنك أنت جوعانة بس أنت حقيقة محتاجة مي. وسارة أيضا أثناء الرضاعة، يعني أتذكر إحنا زماننا أكلوا حلويات، أكلوا حلى حتى الحليب يزيد، يعني هاي أتصور كلها أشياء أنه يعني مو حقيقية 100%، أكثر مما تأخذون شيء ك
كميه قليله لكن تكون مفيده. عافيه. اي بالضبط، لانه السعرات الحراريه حتكون كلش اوفر بكميه الحلويات اللي حناكلها اثناء الرضاعه. طبعا، واكو طبعا امهات اصلا ما يتحركون هوايه، صحيح، فهذه كلها تتجمع بالجسم أكيد. وبالتاكيد طبعا وراها ما راح تقدر تخسرها الوحده بسرعه، فلهذا نركز انه كميه بروتين. البروتين كلش مفيد بانه هو يحسس الام بشبع لفتره طويله، وطبعا الى يعني دراسات كثيره تشارت انه البروتين الوحده خلال فتره الحمل تاخذها بكميه زينه راح يخفف عنها انه امراض تصير عندها اخر فتره الحمل، اللي هو مثل ارتفاع ضغط الدم او تسمم الحمل. هذا الشيء يساعد به البروتين خلال الحمل. اما اذا بعدها بعد الولاده ظلت تاخذ البروتين، اول شيء يحسسها بالشبع، وثاني شيء راح يحسن مزاجها. فالأم لما مزاجها حلو راح تستوعب الموضوع كله، راح تهتم بجسمها وراح تكون هي فرحانة. صح. بعض النساء عم ذكرناها لأنه تأخذ فوليك أسيد وفيتامينز أثناء الحمل، تشوفين الشعر يتغير يطول. صح. وبعد الولادة تقوم تحس أنه أكو فرق، الشعر قام يوقع. يمكن أنا نظريتي وأكيد إذا صحيحة أنت حتأيديني أنه خليكم على الفيتامينز حتى أثناء الرضاعة. بالضبط. أكيد أكو يعني أصلاً يعني الناس أصلاً تقطعها يعني بعد ما ولدت خلاص تبطل ما تأخذ أي أنواع من أنواع الفيتامينز. لا طبعاً إحنا ننصح أنه تكمل على الفيتامينز أوكي، والدكتورة تكون حاطت لها فتشيكون مناسب لها، بس هي أصلاً تصير تساقط الشعر يصير نتيجة مثل ما ذكرت أنه الهرمونات عندها تنزل كلش هواية، فهذا الشيء له دور يعني كلش كبير بهذا الموضوع، لهذا لازم هي تكون مستوعبة انه هذا الشيء طبيعي، بس شوي شوية. وممكن انه هي مثلا بهالفترة قلنا يعني تعتني انه مثلا بغذائها وانه تاخذ الفيتامينز، بعض انواع الزيوت وشغلات ممكن تساعدها، ممكن شوية تقصر شعرها حتى الشعرة كلها تتغذى بطريقة صحية اكثر. يعني طبعا احنا دائما ننصح انه نفضل يعني حسب ظروف كل واحد، بس اكيد الولادة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية، لانه نلاحظ الفترة الاخيرة كثير من النساء تتجه الى احنا نسميها المما او الرضاعة الاصطناعية، فطبعا دائما اي شيء طبيعي يكون الافضل. مثل ما نعرف فصل صيف واكيد نسافر، يمكن بعض النساء حتعاني تقول لك شلون حرضع وانا بالطيارة او رايح سفرة طويلة، فانه تفضل تستخدم الحليب الصناعي، فايش تنصحيهم سارة؟ طبعا صحيح هذا الشيء هواي يصير، يعني هواي انه خلال فترة الصيف نلاحظهم ممكن يقطعون الرضاعة بسبب موضوع السفر. اللي ننصح به طبعا انه الوحدة تكون اول شيء يعني تهيئ نفسها انه انا راح اسافر، ممكن يكون عندها فد ستورج بسيط، يعني تاخذ وياها مثلا بالطياره او شيء تكون ماخذه وياها شويه من الحليب اللي تكون هي مجمدتها او ماخذتها وياها، تاخذ المضخه اللي هي تكون بورتبل، اكو يعني مضخات مال الحليب اللي هي تشفط تكون متحركه، يعني حجمها صغير وتقدر تاخذها وياها بالسفر باي مكان. طبعا وبالطياره بصراحه احنا اللي ننصح به ترضع، تحط الكفر. صح. وتقدر ترضع، هو بيسكلي اصلا احسن للطفل، لانه وقت ما الاقلاع والهبوط الطفل صار عنده مشكله بالاذن، فلما هو يكون دا يمص وهذا كلش يريحه فيرتاح اصلا يخف البكي يعني عند الطفل. يعني الزمن تطور ساره في عده اشياء واغطيه وموديلات وشغلات كلها موجوده بالصيدليه، فحتسهل هذه العمليه 100%، حيستفاد الطفل وايضا المراه هي حتستفاد، لانه ايش قد مرض عاد ايش قد ما يقلل من وزن الجسم. ساره بما اننا نتكلم عن السفر، ايضا المراه اللي عندها اطفال يمكن مو يكونون رضع، شنو النصائح اللي تنصحيهم انه يكون معاهم بالطياره؟ طبعا بالبدايه مثلا تكون وحده مسافره وعندها اكثر من طفل، فانت مثلا اكيد اكثر شيء مثلا حيكون قاعد بحضنك اللي هو اللي انت دا ترضعي. صح. فحتى تلهين الباقين وما يذوق بالطياره، احنا نكون يعني ماخذين مثلا فد باقي محضرين بيها سناك يكون موجود، لانه يعني ما نعتمد بس على الشيء ممكن يطوم اياه بالطياره، ممكن نكون ماخذين ويانا اكتيفيتيز، يعني مجموعه اكتيفيتيز تلهي الطفل فتره يعني تكون فترة شوية طويلة، ومو بس شغلة واحدة، يعني أكثر من شغلة، لأنه مثل ما تعرفين الطفل ملول يعني بسرعة يمل، فنأخذ له أكثر من شغلة، ممكن إنه هو يسوي هذا الأكتيفيتي يرجع يخلص على تلوين، يعني أكثر من نشاط، ومع الأكل، يعني مثلا أخذ فد مين كورس ويا سناكات، وأخذ طبعاً للطفل لازم نكون ماخذين يعني غيار زايد ملابس، لأنه ما تعرفين الطفل شنو يسوي، ممكن بالطيارة تبلل ملابسه شيء، فالأم حتى تكون هي هم مرتاحة لما يكون عندها ملابس زايدة للطفل،
وطبعا اذا ماي شويه هماتينا على مود انه هي تكون اول شيء مريحه هذولاك الاطفال وهي بعدين تلتهي بالطفل الثاني. وطبعا اكيد الطفل الرضيع تكون ماخذه وياها المضخه وطبعا ملابس التغيير الى شيء ممكن تفرشه حتى تقدر تغير له للبيبي. طبعا الغطاء اغطيه لازم تكون لانه الطياره هماتينا بارده حتى حتى الاطفال هم ننصح انه جواكيت تكون وهذه حتى انه هم يكونون مرتاحين والام هماتين تكون مرتاحه. سؤال اخير ساره، الفيتامين تنصحين بها لاي فتره تقدر تاخذها المراه حتى تحافظ على بشرتها تحافظ على شعرها؟ شوفي اكو مثلا اكو ممكن انه هي تاخذها خلال فتره الرضاعه كلها، يعني مثلا هي تريد تكمل سنتين ممكن تاخذها خلال السنتين، واكو مثلا ياخذوها بس سنه واحده وحاسوا انه هم فاين وجسمهم اوكي مو محتاج ممكن تاخذها. يعني اما انه هي تخليها كل فتره الرضاعه وتقدر تشيك يعني كل فتره وفتره تشوف اذا عندها فد شيء ناقص معين تعوضه. هو اكيد دائما احنا نحب يعني يمكن المراه خلاص من حتى تجيب وخلاص تقول لك بعد لا اسوي تشيك اب لا اسوي شيء، هذا الشيء لازم احنا كل سنه نشيك على المستوى الدم على الغدد على كل شيء حتى نشوف لا سمح الله اذا اكو اي نقص نقدر نستلحق عليه او نرجع نحافظ عليه عن طريق الادويه والفيتامينز. بالضبط طبعا اكيد، ومثل ما ذكرتي قبل الاكل طبعا له دور هام كبير يكون صحي طبعا. ساره شكرا نورتينا اليوم واكيد ان لقاء ثاني ونصائح مفيده ببرنامج كهرمان.
صاحبات الشعر القصير كلش تلوق لهم الأقراط، ليش؟ لأنه الإذن دائما ما تكون بارزة ومبينة لما يكون الشعر قصير. لذلك اليوم في فقرة المجوهرات وترند المجوهرات راح نتكلم عن أفضل أشكال الأقراط المناسبة لذوات الشعر القصير. أول ترند المجوهرات راح نتكلم عنه كل شيء لوك للي شعرهم قصير هو الحلق المتسلق أو الإير كوفس. هيك نوع من الحلق يجي على الشحمة العليا من الإذن، يتركب عليها ويتدلى. أكو منها يجي كلش طويل وأكو منها قصير على حسب الديزاين اللي تختاريه، بس هيك نوع كل شيء لوك للي شعرهم قصير لأنه راح يبرز، راح يبين كلش، وراح يكون ستيتمنت بيس للمجوهرات اللي أنت لابستها. ومثل القطعة اللي دنشوفها هسا على الشاشة من تيفاني أند كو، قطعة بالذهب الوردي عيار 18 مرصعة بالألماس. فعلا شهد الأقراط الصغيرة أو اللي حجمها صغير كلش تناسب البنات اللي شعرهم قصير. عادة أنا كل ما أريد تعجبني تراجي أريد أشتريها، إذا كان حجمها صغير أقول ما راح تبين لأنه شعره دائما طويل. فهاي فرصة للبنات اللي شعرهم قصير ممكن يقتنون هيك نوع من الستايلات للأقراط أو التراجي. أما التراجي اللي حابة أتكلم عنها فهي مثل ما دنشوف بالصورة اللي هي على شكل وردة، جدا دارجة هاي وجدا موادتها بمختلف الألوان. مثل ما دنشوف أنه لونها أسود، وردة على شكل أسود لكن الإطار مالتها باللون الذهبي، تجي مثل الكبس على الإذن. لكن لأنه البنات شعرهم قصير فراح تبين، وبنفس الوقت راح تعطي حلاوة للوجه وتبين بطريقة حلوة وناعمة بنفس الوقت. بانوا أيضا الأقراط المتدلية أو الطويلة كلش ترهم لصاحبات الشعر القصير والوجههم دائري مثل ما دنشوف بالصورة. هيك أنواع كلش ترهم لكم اللي تكون عبارة عن سلسلة من الذهب الأصفر نهايتها تكون من الكبسولة وبيها قطرات من الألماس. وأكيد هيك أنواع أو أي أنواع مختلفة ولكن تكون طويلة حترهم الوجهكم وشعركم أيضا. دائما ببرنامج كهرمان نحرص على مواضيع اجتماعية. متابعاتنا العزيزات، من المواضيع الاجتماعية من المواضيع اللي تناقش قضايا جدا حلوة ومهمة وتفيدكم أكيد متابعات كهرمانة. ولهذا اليوم موضوعنا راح يكون جدا حلو، موضوعنا راح يكون عن كيفية حب المرأة لذاتها وأنه ما تنتظر حبها وتقديرها من الآخرين. أكيد بخصوص هذا الموضوع ضيفتنا لليوم منورتنا مستشارة العلاقات الأسرية الدكتورة رياحين الشيخ عيسى. أهلا وسهلا بيك دكتورة. كل الهلا حبيبتي، منورتها الكهرمانة. منور بيكم، تسلمين تسلمين، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. دكتورة رياحين، بداية أكيد إحنا الموضوع هذا موضوع جدا بسيط بس بنفس الوقت جدا مهم. صحيح. إنه شلون المرأة تحب ذاتها وما تنتظر إنه كل الناس يحبوها، لازم هي حبها الذاتها وتقديرها يجي من نفسها أولا. فهذا الموضوع راح نتناوله بطريقة حلوة وبسيطة، أكيد راح نسلط الضوء على أشياء معينة وبسيطة ممكن تعزز ثقة المرأة بنفسها. أكيد، أكيد. المرأة معروفة دكتورة رايحين أنه دائما معطاءة، يعني هي العنصر اللي يعطي سواء لحبيبها أو حتى خواتها قبل الزواج وأخوانها من تتزوج الأولادها وزوجها بالدرجة الأولى، وبالتالي هذا الشيء يؤدي كثرة التضحية يؤدي لأنه تهمل نفسها وتنتظر أحيانا. كثرة العطاء تنتظر أنه الناس تحبها، الناس تقدر هذا الشيء، ومو كل الناس تقدر وممكن تنطي. نعم. فشنو نصيحتك أو شون بداية نعرف حب الذات، يعني نعم، بعيدا عن الغرور، حب الذات وتقدير الذات شون نعرفها لمتابعاتنا العزيزات. أهلا وسهلا بيك حبيبتي. في أحيانا شعرة بين حب الذات والأنانية. نعم. فبعض الناس يتخيلون أنه حب الذات هو أنانية، فلما تقولي لها حبي ذاتك تحاول أن تهرب، لا لا لا، خوفا من أن تتهم أنه هي أنانية. صحيح. لكن هو حب الذات، أنا كيف أعطي حب لأولادي لعائلتي للكون للناس للآخرين وأنا ما أحب نفسي؟ حب النفس هو حتى الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحب نفسنا أولا حتى نستطيع أن نعطي للآخرين. فلما أنا أحب نفسي، حب النفس هو باختصار أن أحترمها، أن أضعها بمكانها اللي يليق بيها، أن ما أسأل، أحترم حدودي، حدودي العاطفية، حدودي الجسدية، حدود كل الحدود المحيطة بي أن أحترمها وأن أقدرها. هذا ينبع منها كثير أشياء، أولها الثقة بالنفس. كل ما أنا ثقتي بنفسي عالية ومحترمتها ومقدرتها ومقدرة أنه أنا قيمة في حياة نفسي وفي حياة الآخرين. كثير شفت أمهات ونساء أعطوا بلا حدود، كان العطاء عندهم
يعني انفينيتي، لكن النتيجة هم كانوا يتوقعون بعض هذا العطاء، أكو في التقدير معين أو شيء معين، لكن مو كل الناس تعرف أن تعطيك التقدير المناسب، لأن إحنا عندنا شيء اسمه التعود على النعم. نعم. فأن يوجد حياتنا أشخاص متفانين لهذه الدرجة يعطينا تعود إنه هذا المفروض، فيصبح الشيء اللي دا تقدميه أكسترا أو شيء دا تقدميه يأخذ من طاقتك أنت بدون أي مقابل. أولاً يأخذ من طاقتك، وثانياً يتوقعون الناس هو هذا المفروض اللي أنت تسويه دائماً. صحيح. فأي محاولة منك أن توقفين بعض الشيء أو أن ترتاحين أو أن تنسحبين غير مسموح لك وتحاسبين عليه. صحيح. لكن لو كنت متوازنة بحب نفسك بالعطاء بالأخذ بكل الأشياء، هذا التوازن راح يخلق حالة استقرار نفسي. في نقطة يمكن إحنا غفلانين عنها، بعض النساء تكبر بسرعة أكثر من عمرها، حتى ما تصدقين إنه يعني تكبر وتصيبها أمراض شديدة. نعم. هذا نتيجة للتضحيات والعطاء وعدم الاهتمام لا بالصحة، حتى في نساء ما تهتم بطعامها بصحتها بأي شيء، لكن هي صحتي وطاقتي ونفسيتي هي اللي تأسس العائلة. نعم. هاي النقطة المهمة. صحيح. هي يمكن بعض المعتقدات اللي احنا نشأنا عليها، ممكن البرمجة القديمة مثلا نقول ان نكران الذات هذا فصفة جميلة بالمرأة، بس هي للأسف لا، يعني ضروري الإنسان أكيد يكون معطاء، لكن الأشخاص اللي يستحقون العطاء وبحدود مثل ما قلتي دكتورة ريان. نعم. طيب احنا اليوم اريد نحكي بفد ونركز على نقطة مهمة، انه بعض النساء تتوقع انه لازم الكل يحبها. نعم. وتستمد ثقتها بنفسها وتقديرها وقيمتها. نعم. من حب الاخرين لها وآرائهم. نعم. بالضبط، وتتأثر بهذا الشيء اذا احد ما حبها، اذا مثلا هواية ناس مثلا اختلفت على حبها او ما صادقتهم او ما الى ذلك. صحيح. تحس نفسها انه هي شخص غير مرغوب فيه وانه لها ما لها قيمة. صحيح. فشون نصحح هذا المفهوم؟ نعم. هذا مفهوم يعني كثير متواجد عندنا بالوعي الجمعي. نعم. ومأخوذ عليه بكل المجتمعات العربية وليس في المجتمع العراقي فقط، انه اني لا يجب أن أستشعر حب الجميع علي. طيب أنا أحب نفسي، حتى من تقولي لها أنت أول خطوة حبي نفسك، اشتغلي على الداخل، هاي الكلمة اللي دائما أسمعها كلام، هذا كلام. صحيح. كلام تلفزيون لا هو مو كلام تلفزيون أو كلام جرايد، كلام جرايد أيام. نعم. زمان لا، هو الكلام الواقعي. هي لما تعرف أنه أن تحب نفسها تحترمها، أنه حب الآخرين هو إضافة إلها وإضافة حلوة وجميلة. حلو أن يحبني الآخرين، بس مو معنى أنه أنا أستقتل حتى يحبني ويقدرني الآخرين وأبحث عن حبهم بالتضحية. أنا كثير تجيني حالات حتى يحبوها الآخرين وحتى تكون مسموعة ومرئية لهم وتكون تحت أنظارهم، كثير تعطي من نفسها ومن كرامتها ومن قدراتها ومن تضحياتها حتى الآخرين يصفقون إلها ويحبوها، لكن هي مو بهاي الطريقة نهائياً. نعم. الطريقة الأساسية هو الناس تستشعر بان أنت لما تدخلين أول مكان حتستشعرين هذا المكان يعطيك راحة نفسية. نعم. لما تقعدين ويا إنسانة واثقة من نفسها وتحسين وياها بالأمان، مجرد ما تتكلمين وياها تستشعرين طاقة هاي الإنسانة. فلو أنت قعدت ويا إنسان ما إنسانة ما تحب نفسها، ما عندها تقدير ذاتها، ما عندها احترام ذاتها، خلال 5 دقائق من الكلام وياها مهما حاولت أن تمثل، مهما حاولت أن تلبس أقنعة، راح تكتشف هذا الشيء. فلذلك أنت ما راح، ماكو أحد يحب ناس فيك. فأنت لو تحبين نفسك وتقدريها من الداخل وتحترميها، حب الآخرين راح يجي تلقائي، لأن الناس تحب دائما الشخص الواثق من نفسه، المقدر نفسه، المحترم نفسه. أكيد طبعا، وأكيد رضا الناس هي غاية لا تدرك. وأنا أشوف يعني برأيي أنه يمكن الإنسان اللي يحاول إرضاء الكل هو إنسان فاشل، لأن الناس مختلفة. مستحيل. كل واحد تفكيره شكل، جاي من بيئة شكل، نظرته للأمور شكل، فأكيد يعني مو بالضرورة نرضيهم يعني. أكيد. في نقطة جدا مهمة وأحب أنه نضع عليها فد سبوت، إرضاء الناس. الناس تنظر لي بالطريقة اللي هي تنظر فيها لنفسها. صحيح. وليس تقييمها اللي هي بناء عن أني الصفات والقيم والأشياء اللي أنا أملكها، لا. هي لذلك اختلاف النظرات علي ممكن 2
ينظر لامرأة جميلة وشخص ثاني يقول غير جميلة. صحيح. وذلك لمفاهيم ومعتقدات وصورة ذهنية يرسمها الآخرين عندهم. فهناك نقطة بعض النساء تقع فيها وهذا ممكن يسبب لها إشكالية، تعتقد أنه يجب أن ترضي جميع الناس. صحيح. وهذا الشيء مستحيل حرفياً، وإحنا في السوشيال ميديا ونعرف هذا الشيء، مستحيل أنه جميع متابعيك لهم نفس وجهة نظرك. صحيح. في ناس تشوفك جميلة، في ناس تشوفك باهرة الجمال، في ناس تشوفك أقل. فأنا لو أخذ آراء الآخرين وهي يعني أجعلها محركة لحياتي، هذا الشيء راح يخليني وأعاني بشدة، لأنه أنا اليوم أريد أرضي بان، وبكرة أريد أرضي رياحين، وبنفس الوقت أريد أرضي 4-5 وياها وهكذا، وأريد أرضي الجميع، وهذا يستنزفني طاقيا نفسيا جسديا روحيا، فأبدي أعاني وتبدي تصيبني الأمراض والاكتئاب. صحيح. أحد أسباب الاكتئاب أنه أنا أبحث عن رضا الآخرين والكمال، وهذا شيء مستحيل، لأنه كل من ممكن ينظر لي من وجهة نظره. صحيح. ومن وجهة نظر موقف معين هو عاشه. صحيح. وهم رياحين أكو مقولة تقول عاملي نفسك بالطريقة اللي تحبين الناس تعاملك بها. صحيح. يعني احنا تقديرنا الذاتي يجي من نفسنا. طبعا احنا دا نحكي هسه كحكي بصورة عامة رياحين. نعم. طيب اذا حبينا مثلا نسوي تطبيق عملي لحب الذات لمتابعاتنا العزيزات متابعات كهرمان، وخصوصا البنات الصغار، تعرفين دام البنات الصغار وبعمر المراهقة هسه دا ينشؤون، الثقة تكون مو مثل الامرأة طبعا اللي عندها تجارب بالحياة، فشلون يعززون ثقتهم بنفسهم؟ اكيد طبعا، اهم نقطة يجب أن جميعنا ننتبه إليها وهي رسالة لكل الأمهات، ثقة بنتك في نفسها وقوتها ونجاحها ينبع من الأم، يجب أن تكون الأم هي اللي تبني هاي الثقة في بنتها وتعطيها القوة والمسؤولية. وبعض الناس تفهم القوة أنه هي صوت العالي أو نعم. الصلافة أو بعض الحركات أو التسلط أو التسلط أو السيطرة، وهذا نهائيا بعيد تماما عن القوة. القوة الحقيقية أن نعلمها كيف تعتمد على نفسها. صحيح. كيف تحب نفسها، كيف تحترمها، كيف تحترم حدودها وتحترم أنوثتها. بنت في 13 في 12 محتاجة إلى أن تكون عندها قوة شخصية، وذلك هذا يكون من يبني لك قوة الشخصية؟ المدرسة، الأم، المجتمع، لكن الأم لها الدور الأكبر، كذلك الأب. احتضان البنت، تفهمها، تفهم احتياجاتها النفسية والجسدية، وهي تتحول من مرحلة الطفولة. صحيح. إلى مرحلة المراهقة اللي كنا مرينا فيها، هاي المرحلة السنتين ثلاثة تكون المشاعر متضاربة. صحيح. الآراء متضاربة، الأفكار متضاربة، كل شيء فيها غير مكتمل، تحتاج إلى توجيه. لذلك أنا دائما أتوجه لهؤلاء البنات، توجيه واستيعاب بنفس الوقت رياحين. الاستيعاب. نعم. توجيه واستيعاب، وتحتاج متابعة وصبر. هاي بالنسبة لل يعني لبنات المراهقات، احنا نحكي دور الأهل. طيب للبنات اللي تزوجوا من وقت تتحملوا. نعم. المسؤولية، أو مثلا كبروا بالأمر مو بالضرورة تزوجوا، ثقتهم بنفسهم أيضا محدودة وبسيطة. نعم. شون ينمون ثقتهم بنفسهم؟ أكيد طبعا، يعني بعض الناس تربط موضوع الثقة بالجمال. نعم. فهي تعتقد أنه هي أقل مثلا أو شكلها غير ملائم، وقياسها مقياسها لتقدير هذا السوشيال ميديا. وعمليات التجميل. نعم. السوشيال. نعم. ميديا وعمليات التجميل. نعم. فهي تعتقد أنه عمليات التجميل والسوشيال ميديا هي اللي راح تعطيها، بتشاهد مثلا بعض الأشخاص مع احترامي للجميع. نعم. في السوشيال ميديا والعمليات، ولا تعرف الباك جراوند ولا تعرف أي خلفية. عمر الجمال ما يكون هو السبب الرئيسي للثقة بالنفس. صحيح. في كثير أشياء للثقة بالنفس غير الجمال، الثقافة، حب ذاتك، الشخصية. شايفة أنا كثير أشخاص متعرفة بهم شكلهم عادي جدا. نعم. لكن لما تتكلمين وياهم تشعرين بثقة، عندهم ثقة، يملكون. صحيح. ثقة وروح جميلة تغني عن ملكات جمال الروح. صحيح. فالبنت تتأثر بعمليات التجميل، مع أنه أنا مو ضدها، لو كان الشخص محتاجها نهائيا مو ضدها. أنا أبدا مو ضد أي شيء، لكن للأسف هم عندهم أفكار مغلوطة. فهذه البنت أنا أقولها أهم نقطة، ضعيلش بعض النقاط المهمة لتغيير حياتك وتطويرها. صحيح رياحين، يعني التركيز على الذات، التركيز على ذا، كل ما نركز على نفسنا كل ما ننجح بحياتنا ونطور من نفسنا. وأكيد مثل ما قلتي أنه الجمال ما له علاقة بثقة النفس، بالعكس كثرة عمليات التجميل هي تدل على أنه إحنا ما عندنا ثقة بنفسنا، فالهوس بيها هو قلة الثقة بالنفس.
ودائما أقول الأنوثة ما لها علاقة بالجمال، الأنوثة هي طاقة داخلية موجودة داخل كل أنثى. كل أنثى تملك طاقة الأنوثة. أكيد. وطاقة الأنوثة هي طاقة جدا عالية، وهي بحد ذاتها جمال. هي بحد ذاتها تعطيك رونق وجمال. نعم. ورقي رهيب. أكيد. طبعاً الحديث وياك لا يمل دكتورة ياحين، إن شاء الله أكيد إن حلقات مقبلة وفقرات أكيد. مقبلة ولقاءات في مواضيع أكيد. إن شاء الله تهم متابعاتنا العزيزات متابعات كهرمانة. شكراً وجودك ويانا، ونتمنى لك كل التوفيق. كل الحب وكل التقدير إليك ولكل الكادر والقناة الشرقية. شكراً جزيلاً. اللون الأسود من الألوان اللي تلبس في جميع المواسم ويعتبر ملك الألوان، والفساتين السوداء بشكل خاص قطعة جوكر لازم تكون بخزانة كل بنية. نقدر ننسقها بطرق مختلفة، ولكن مرات ما نحتار شلون نقدر ننسق الفساتين اللي عندنا، لأن عادة ما تجي بقصات مختلفة، أقمشة مختلفة، وحتى أطوال مختلفة. لذلك اليوم أنا والبنات فقرة التنسيقات راح نسوي لكم 3 تنسيقات مختلفة لثلاث فساتين سوداء مختلفة. أول فستان راح نتكلم عنه هو الفستان اللي أنا لابسته. أنا حبيت إنه أنسق فستان من النت، قماش يشبه قماش الصوف بتفاصيل وأزرار بين اللون الفضي والذهبي، طوله يعتبر ميدي، يجي على الجسم. الفستان نقدر نلبسه بسهرة أو حتى للعمل، نقدر نلبسه إذا رايحين مؤتمر ميتينج، يعني يرهم لهواية أماكن نقدر ننسق بيها. لأنه تفاصيل الأزرار اللي موجودة بالفستان بين الفضي والذهبي، حبيت أنه تنسيق المجوهرات والحذاء يكونون أيضا بميكس بين الفضي والذهبي، فاختاريت حذاء مسدود باللون الذهبي مثل ما تشوفون. حبيت أنه أكمل التنسيق بجنطة باللون البيجي بتفاصيل ذهبية على الكتف. والإكسسوارات اللي لبستها أو المجوهرات حبيت أنه تكون ميكس بين الذهبي والفضي. حلو اختيارك شهد، اختيارك بين العملي أيضا وبين الكشخة مثل ما ذكرتي. أما الفستان اللي اختاريته فإن فستان يكون يناسب للسهرة أو عندكم طلعة بسيطة ليلية. اختاريت الفستان مثل ما تشوفون، فستان أسود بأكمام منفوخة وردان طويلة. الفستان ايضا شويه عريض من التحت وقصير، ومثل ما تشوفون بي بعض الازرار اللي تكون على شكل القلب وبها كريستال، هو اللي انطت حركه للفستان. فلي بما انه الدقم بها كريستال، حبيت انه ايضا انسق معاهم حذاء اسود مفتوح وبي الكريستال مثل ما تشوفون. وايضا نسقت معاهم جنطه بها كريستالات، لكن اللون شويه يختلف على لون وردي، فهيك إطلالة تعتبر إطلالة مناسبة للسهرة. وأيضاً أنتوا الإضافات والتغييرات اللي حتضيفوها حتلائم الإطلالة اللي تناسبكم. حلوة تنسيقاتكم بنات، وفعلاً اللون الأسود هو سيد الألوان، وأنا أعرف هواية بنات لونهم المفضل هو اللون الأسود، ولهذا اليوم تنسيقنا حلو للفساتين باللون الأسود. أما الفستان اللي حابة أتكلم عنه فهو فستان جداً بسيط اختاريته، هو فستان يعني اللي يميزه هو أنه مكسم على الجسم وتفاصيل بسيطة، أنه الأكمام واحدة من الأكمام ردنها طويل والجهة الثانية ما بها كم، وأيضاً فتحة الصدر تعتبر بطريقة هندسية، ولكن الباقي الفستان جداً بسيط. الفستان طويل إلى الكاحل ومكسم على الجسم، ولأن الفستان بسيط وكله أكيد لون واحد اللون الأسود وما بأي تفاصيل أو أي دقام أو أي ألوان ثانية، فقررت أنه أكسر اللون الأسود بلون فوشي، حذاء باللون الفوشي حتى يكون مميز وأيضا مناسب للسهرات. مثل ما نشوف الحذاء باللون الفوشي وأيضا بأحجار لامعة على مقدمة الحذاء، والحذاء كعب أكيد فمناسب للسهرات. وكملت بما أنه الحذاء باللون الفوشي، اختارت أيضا حقيبة باللون الفوشي وأيضا بها تفاصيل بالأحجار الملونة واللامعة، فحتى يكون متناسق مع الحذاء وبنفس الوقت يعطي كشخة ويكسر من حدة الأسود. يسعد لي أوقاتكم مشاهدين برنامج كهرمانة. ازدادت بالفترة المؤخرة الاهتمام بالتصميم والديكور المنزلي من ناحية لون الجدار والستائر والأثاث وحتى الإكسسوارات واللوحات المنزلية،
ولأنه المنزل هو مكان للراحة فيجب الأخذ بنظر الاعتبار كيفية ترتيبه والاهتمام به. لذلك راح تحدثنا اليوم عن هذا الموضوع أكثر مينا، واللي هي متخصصة بالتصميم الداخلي. مرحبا مينا، عرفينا عن نفسك أكثر. اسمي هو مينا زياد وأدرس تصميم داخلي وكنت متحمسة أسأل عن المحاضرات. حبيبتي نورتي كهرمانة. سلام. عندنا قاعدة ألوان جدا كبيرة مثل ما تعرفين ويمكن حتى ما تنتهي، فقولي لي شنو أكثر الألوان الدارجة اللي ممكن نستخدمها بالشقة أو المنزل أو حتى المطاعم والفنادق؟ أي مثل ما قلتي أكو وايد ألوان طلعت ترندينج، بس أكثر شيء يعني يبقى تايمس هو الألوان المحايدة، يعني هي بسهولة نستخدمها وسهولة نقدر نأثث على أساسها. فمثلاً أكو قاعدة ألوان اللي هي 60-30-10، نقدر نستخدم 60% ألوان محايدة تكون أو أوف وايت أو بيجي أو رصاصي أو رمادي فاتح، وبعدها مثلاً 30% أو يعني 10% الثانية نقدر نستخدمها بألوان تكون شوية بارزة أكثر أو جريئة أكثر من الألوان المحايدة. شنو هاي الألوان الجريئة خلينا نقول؟ شنو تقريبا هي يعني الوان الفوشي الاصفر؟ اي بالضبط هيك شيء. يعني هسه هاي السنه طلعت لون ترندينج اسمه فيفا ماجنتا. هذا اللون يعتبر لون كلش جري، يعني هو لا هو احمر لا هو بينكي لا هو هيك بين الفوشي تقريبا. بالضبط اي فاي يعني هاي هو لون واحد من الوان، يعني ممكن ندخل هذا اللون خلينا نقول بمقعد معين او خلينا نقول مرايه معينه الاطار مالتها يكون بالضبط. اي يعني يستخدمها باكسسوارات تكون بسيطه صغيره، بس هاي الليتل تاتشز مثل ما نقول حتعطي ايحاء المكان انه هو بحياته، يعني يضيف جماليه للمكان. بالضبط اي يكون ممل. حلو. تعرفين انه بالفتره الاخيره صارت الناس تنتقل من المنازل للشقق او البناء العمودي وغالبا تكون مساحات صغيره، فقولي لي شلون نعطي ايحاء للشقه او للمكان يكون اكبر ويكون مريح للعين اكثر. مثلا هسه اكثر شيء اني يعني انه اول خطوه اخذها بالتصميم المكان هو ناخذ قياسات، هاي اهم شيء اهم خطوه. فلما ناخذ قياسات المكان وعلى حسب القياسات نختار الالوان، نختار التصميم الستايل مال مثلا الغرفه اللي نريد نصممها. فناخذ قياسات بالاول وبعدها نشوف شنو الالوان تناسبنا، واكيد هو اذا كمساحه مثل ما تقولين صغيره فلازم احنا يعني نتجنب شويه الالوان تكون غامقه، يعني نستخدم الوان حياديه اكثر شيء. يمكن حتى المرئي او المرايه تعطينا ايحاء اكبر. بالضبط هي المرايه اصلا اي مكان تحطين صغير راح تعطيك هذا الشيء كل يعرفه، راح تعطيك خدعه ان المكان اكبر، مو بس المرايه حتى الاسطح اللامعه هي تعكس المساحات، وذلك يعني تعطيك انه ايحاء المكان اكبر واوسع. وهذه من خدع حلو. الاثاث يمكن نختاره ديزاين معين، يعني مثلا بالشقق نستبدل خلينا نقول تخم القنفات بكورنر معين ممكن يتشيله. اي ممكن نسوي فوكال بوينت حلو، يعني نحط به مثلا لوحه او فتشي احنا حابين نبرزه مثلا قطعه فنيه او هيك شيء، فاحنا نسوي عليه سبوت لايت، نحط به مثلا ديكورات اكسوات صغيره نبرزه. الاناره تاثر على مساحات الشقق او يعني طبعا الاناره تاثر على كل شيء، يعني هسه حتى لو صممنا صار التصميم كان بالمية مية حلو بدون اناره، يعني بدون اناره كانت يعني مدروسه بشكل صحيح حيروح التصميم كله. فالاناره كلش عامل مهم وضروري بالتصميم. اكو اناره للتاسك مثلا مهمه للقراءه، اكو اناره للمكان بشكل عام ضيء المكان يعني، واكو اناره سبوت لايت اللي هي مثل ما قلت انه تركز على مثلا زاويه معينه بالمكان او مثلا شيء احنا نريد نبرزه. جينا الموضوع مهم بالصدفه اللي هي الاضاءه. قولي لي الاضاءات اللي موجوده شنو اكثر شيء دارج بيها؟ مثلا عندنا اضاءه شمسيه وعندنا بيضه وعندنا صفراء، فشنو اكثر شيء دارج يجمل المكان؟ هسه انا كشخصيا افضل الاناره الصفراء صراحه، اللي هي تكون يعني هي كلفن حسب درجه الكلفن تختلف، كل ما زاد درجات الكلفن كل ما الاضاءه صارت يعني مايله على الازرق اكثر، يعني تكون مو شمسيه، وكل ما قلت فتكون صفراء اكثر. فبس بشكل عام انا اشوف الاضاءه
لتكون يعني اقل الكلب ماتها احسن، لانه هي يعني تعطيك شعور بالدفو خاصه بالبيت. بالضبط، يعني هي تعطيك شعور انه بالراحه ريلاكس هالشيء. هو انا دائما اذكر انه البيت هو مكان للراحه. بالضبط، لازم ناخذ هذا الشيء بنظر الاعتبار، انه هو مو مكان مثلا مطعم وممكن نقعد فيه ساعه. اي لا بالضبط، مثل ما قلتي هو مكان نجي نستريح به بعد الشغل وبعد البيزي داي وهاي الامور. طيب الخامات اللي شلون نقدر نستخدمها اكثر شيء عملي وجميل ودارج هسه بهذا الوقت، شنو تكون خامات؟ هي كل فتره تتبدل وكل فتره تتغير، وبدنا نشوف هوايه خامات تطلع يعني بشكل مو طبيعي. بس حاليا اكثر شيء وارد ودارج هو البورسلين، لان البورسلين به هوايه انواع، يعني هوايه اشكال، ويقدر ياخذ هوايه يعني مثلا هسه نستخدم بورسلين بس هو شكله يكون خشبي، يعطيك ايحاء كانه هو خشب بالفعل، يعني حتى اكو مرمر يمكن. بالضبط اي، وهو يعني يكون مقاوم احسن من الخشب حتى، واحسن من مثلا المرمر الماربل. فخشب يعني همين دارج. خشب هسه دارج؟ اي طبعا. خشب البورسلين هي هاي الخامات تكون تايملس يو نو. الخشب تحسي انه شيء عملي بالمطابخ وسواء بغرفه الجلوس لو تفضلين دائما الواحد يبتعد عنه؟ لا، الخشب بالمطابخ خاصه يعني مثل ما نعرف الخشب حيتضرر اذا جتي فتره مي وحده عليه. فبكل فترة احنا المي نستخدم به هواية، سوري المطبخ نستخدم به هواية مي، ويكون مكان crowded area دائما احنا نكون اكثر شيء نستخدم بالبيت هو المطبخ، صحيح؟ اكيد. فيعني الخشب دائما يكون به مي وشغل. اي بالضبط مثل ما قلت يعني، فهو يتجمع به يتركز به الدهون مثلا المي، واحنا على مود نتجنب هيك نستخدم بورسلين احسن حل. حلو. خامات الستائر تختلف وبها انواع كلش هواي، هل ممكن نختار نفس الخامة لكل الغرف؟ لو مثلاً غرفة المعيشة تختلف في الخامة عن غرفة النوم، شلون نختار هذا الموضوع بالضبط؟ أي هو أكيد تختلف الخامات مع ستائر غرف النوم عن خامات ستائر الصالة أو المطبخ. فغرف النوم نستخدم يعني تكون ماتيريال مالتها شوية أخشن أو أسمك. أسمك بالضبط، على مود يعني لا يدخل اللايت مع الشمس أو يزعجنا الصبح لما نقعد. المطبخ مثلا نستخدم زيبرا حلو على ما يجمع على الاوساخ يعني تعرفين همنا لجنب الحرائق والاوساخ اللي تصير بالمطبخ مثلا ممكن تتشكل على الدهون، وانا مود نتجنب صعبه تكون بالتنظيف. بالضبط نستخدم زيبرا يعني احسن شيء. والغرفه الجلوس شنو ممكن نختارها؟ غرفه الجلوس عادي يعني واحد ما مثلا ما يطلب هوايه اختيارات، ممكن نستخدم شيفون او فيلفت حلو، يعني نستخدم طبقة رقيقة بالنص وبعدين من السايدات ممكن أي خامة احنا نحبها أو نفضلها حسب الديكور اللي احنا نصممه بالبيت. قولي لي اكو ناس تدقق كلش هواي على مثلا العلب اللي موجودة بداخل المنزل أو داخل المطبخ بالخصوص، فهل هذا شيء جميل ويجمل صدق يعني المكان؟ مثلا علب البهارات. أي صح فعلا. السوائل يعني الزاهي وهاي الأمور فعلا. أنا يمين كل شيء أضج من أشوف يعني مثلا اللوغوهات مال الأشياء نستخدمها. فأكو مثل ما قلتي علب هي يعني ممكن خاصة بالأشياء المطبخ أشياء الحمام، هاي شيء كلش ينطي جماليه للمكان يعني ياخذ النكست ليفل يو نو. فحلو هذا الشيء. حلو. شكرا جميلة، نورتي كهرمانة. حياتي تسلمي حبيبتي. فقرة الجمال اليوم راح نتكلم عن فوائد الخميرة الطبيعية للبشرة. معروف ان الخميره لها فوائد جدا عديده وتدخل بالعديد من الوصفات والعديد ايضا من منتجات البشره الموجوده بالصيدليات وايضا المحلات. ولهذا اليوم انا والبنات محضرين وصفات مكوناتها كلها طبيعيه، واكيد المكون الرئيسي لها الخميره. قبل ما نبلش بالوصفات نذكر فوائد الخميرة، لها فوائد جدا عديدة، هي مفيدة جدا لشد البشرة وأيضا تعزيز الكولاجين وأيضا لإخفاء الخطوط الرقيقة الموجودة بالوجه، الخطوط الرفيعة، وأيضا تساعد على التخلص من الأوساخ المتراكمة بالوجه والبثور، وأيضا التقليل من آثار حب الشباب. فوائدها جدا عديدة، فممكن نستخدمها بعدة طرق وعدة وصفات حسب المشكلة اللي تعاني منها بشرتنا.
اول وصفه هي لشد الوجه، اكيد احنا البنات كنا نحب وجهنا يكون مشدود دائما ونظر، ولهذا اليوم الوصفه هي خاصه لشد البشره. مكونات الوصفه كالاتي: نجيب نص ملعقه من الخميره مع ملعقه كبيره من العسل الطبيعي، نخلط المكونات مع بعض حتى يكون المزيج متماسك، واكيد نطبقها على بشره نظيفه. احنا بدنا نطبقها نسوي مساج بحركه دائريه ونعوف الماسك على بشرتنا لمده 10 دقائق، وبعدين اكيد نشطفه بالمي البارد. ممكن نكرر هذا الماسك مره بالاسبوع حتى نحصل على بشره مشدوده وناضره. مثل ما قلتي بان الخميره فعلا لها الكثير من الفوائد للبشره، ومن اهم فوائد الخميره للبشره هي تفتيحها وتبييضها. لذلك البنات اللي حابين انه يبيضون بشرتهم ما عليهم انهم يسوون هذه الطريقه او هذه الخلطه السهله اللي مكوناتها موجوده بكل بيت. كل اللي نحتاجه هو نصف ملعقه من الخميره، نصف ملعقه بيكنج باودر، وملعقة واحدة من العسل. نخلط المكونات كلهم سوية حتى يصير عندنا خليط متجانس، ومن ثم نطبقه على بشرتنا وندلكه أيضا ببطء. نترك الخليط على وجهنا لمدة 10 دقائق، وأكيد بعدين نغسله بالماء الفاتر. وأيضا بنات نقدر نستخدم الخميرة حتى نقلل من البثور وحب الشباب. كل اللي نحتاجه ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي وبضع قطرات من عصير الليمون. نخلطهم إلى أن نحصل على عجينة نخليها على بشرتنا، وأيضاً بحركة دائرية نعمل مثل التقشير لمدة نص ساعة، بعدين نغسل وجهنا أيضاً بالغسول والمرطب اللي إحنا متعودين عليه، ونقدر نستخدم هذا الماسك مرة بالأسبوع مثل ما ذكرت بان حتى نحصل على النتيجة اللي نريدها. وأتوقع بخلطات الخميرة نكون ختمنا فقرات كهرمانة اليوم. خلصنا، وانتظرونا بحلقة جديدة من برنامج كهرمانة. باي باي، مع السلامة. مع السلامة.